السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم محب قناة أم بلال البورسعيدية. دلع كرشك دلع نفسك، صباح سعيد يوم جديد على عيوني وعلى عيونكم. حبيت قبل ما أحط البوتيفور في التلاجة حبة عشان الشوكولاتة تجمد، حبيت أفرجكوا عليه. هتشكليه هتعمليه، هنعمله بطريقة سهلة، بيدوب كده في البق حاجة كده زي العسل، طبعا بسيبه لما يطلع من الفرن براحته. عشان أعرف أشكله بجد هيعجبكم جدا. انا استنيت لبعد الفطار بس عشان افرقه عليه عشان ادوق وانا شغاله. يلا نخش مطبخ ام بلال ونشوف الطريقه ونشكل براحتنا، وكل واحد عنده طريقه مبتكره يعملها. انا ما عليا اللي انا بدي البدايه وانت تكملي بكل جديد عندك، لو انا عندي جديد بقول لكم عليه، وانتوا لو عندكم كل جديد بتتابعوني وبتعرفوني بيه. يلا بينا نخش مطبخ ام بلال ونعرف طريقه البوتفور الدايب في البق. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ما تستغربوش اللي انا جايبه طبقين دقيق. انا النهارده هعمل البوتيفور على نص كيلو دقيق، بس عايزه اللي انا اظبط المقادير بتاعتي بالظبط. يعني انا النهارده هعمل نص كيلو دقيق عليهم 400 جرام زبده. الزبده دي انا مطلعاها من التلاجة من امبارح، هي والبيض. ال 400 جرام زبده دول يعني كوبايتين زبده، و 120 جرام سكر بودر يعني نص كوبايه سكر، بيضه كامله مع صفار بيضه، معلقه كاكاو خام، وطبعا هننقص مكان الدقيق للكاكاو، واتنين فانيليا وذره ملح. هنتبع كده الخطوات بالتركيز عشان عايزين نظبط البوتفور بتاعنا يطلع اروع من الجاهز بتاع بره. يلا بينا. اول حاجه الدقيق اللي انا هحط فيه الكاكاو هاخد منه معلقه دقيق. معلقه الدقيق اللي انا شلتها من هنا حطيت مكانها معلقه كاكاو خام مفهوش سكر. احط بقى في الدقيق ده ذره ملح، وفي الدقيق دوت ذره ملح. يا ريت تمشوا زي ما انا بعمل. ذرة بسيطة خالص. طبعا البوتفور بتاعي مش بيتحط فيه بيكنج بودر خالص ولا مادة سايلة، بنعتمد على الزبدة. كده خلطتهم كلهم مع بعض. ابتدي بقى للمكون الاساسي النهارده في الوصفه اللي هو الزبده. كده خلاص هبتدي بقى انزل بالزبده بتاعتي اللي انا مطلعاها من التلاجه. هبتدي بقى اخلطها. لما الزبده تنعم معايا خالص هقوم ابتدي ازود السكر البودر. هنزل بقى بالسكر البودر بتاعي. بسم الله. اقلب لحد ما السكر يختفي تماما. هبتدي بقى انزل بالبيضه والصفار بتاعي. ويا ريت البيضه والصفار بتاعي يكونوا صغيرين مش كبار، وطبعا لما بنقول بيض يبقى لازم نقول ايه؟ فانيليا. Thank you.
المضرب لحد ما اتاكد ان البيض خلاص اختلط بالسكر وبالزبده والفانيليا. خلصت الخليط وزنته عامل 577، يعني انا هاخد 288.5 جرام. لو ما عندكيش ميزان هنقسم بالكوبايه، نعاير بالظبط بالكوبايه. يعني انا دلوقتي هاخد 288.5. انا لابسه الجوانتي عشان اعرف اخد المقدار بتاعي. وبقيت الزبدة التانية اهو، يبقى انا كده حطيت نص هنا والنص التاني هحطه في الزبدة التانية. ابتدي بقى بالراحة كده. طبعا البتفور واغلبية المعجنات ما بتحتاجش عجن، يا دوبك بندخل الخليط كله في بعضه. كده خلاص خلطت الزبدة بالسكر بالفانيليا بالبيض مع البيتيفور الدقيق اللي بالكاكاو والدقيق السادة. نبتدي بقى نشكل. طبعا مش هدخل تلاجة دلوقتي خالص، لو عايز ادخل تلاجة عبال ما الفرن يسخن هدخل وهما في الصينية. يلا كده بقى نجيب الاكياس الحلواني بتاعتنا ونشتغل، يلا بينا. هبتدي بقى اجيب الصاج بتاعي واشكل بالاكياس الحلواني زي ما انا عايزة. بسم الله الرحمن الرحيم، يلا نبتدي. شايفين هشكل بقى كله كده، وكل الاشكال اللي انا عايزاها هبتدي اعملها، ولازم المسافات. هشتغل كله بالطريقه دهيت وارجع لكم. زي ما انتم شايفين كده بقى انا عملت اهو تشكيل. اعملي التشكيلات اللي انت عايزاها بالطريقه اللي انت عايزاها، احطه في الفرن على درجه حراره 180 وارجع لكم اكون شكلت الباقي. وطبعا مش هنعمله بالشوكولاته ولا باي حاجه دلوقتي الا لما بيبرد تماما. انتظروني في مطبخ ام بلال بعد ما يطلع من الفرن. وادي جوه الفرن، قشط عليك يا ام بلال. شايفين طلع خلاص اهوت من الفرن. هبتدي بقى اشكله زي ما انا عايزة. نعمل بقى الالوانات، شوكولاتة، شوكولاتة بيضة، شوكولاتة سودة، زبدة اللوتس، زي ما انت عايزة. يلا بينا. هبتدي بقى زوق، يعني مثلا عندي صوص الشوكولاتة. بسم الله. مش عارفة اعمل بس من الكاميرا، ثانية واحدة هعمله وارجع لكم. طبعا شكلت جزء زي ما انتم شايفين كده، يعني هنا حطيت شوكولاتة بيضة اهي، حطيت عليها شوكولاتة صغنونة، حطيت شوكولاتة سودة طبعا بس لسه هتتحط في التلاجة انا سايباها، وحطيت عليها جوز هند، حطيت شوكولاتة عادية وحطيت بردك عليها الوانات من فوق. عملت هنا بردك شوكولاتة بشكل، في جزء هسيبه منه سادة، في احشي جزء مربى، يعني هجيب دي كده اهوت احشيها مربى واقفلهم كده اهوت على بعض، تمام. في تسيبيه ساده، هتعمليه باي طريقه واي تشكيل انت عايزاه. ومن هنا انتهت الوصفه بتاعتي، وارجو لو عجبتكم الوصفه نعمل اعجاب للقناه ونشارك فيها ونفعل الجرس في كل جديد مع ام بلال البورسعيديه.